السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا حبايبي، النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وبالذات الأيام. ليه بالذات الأيام دي؟ لا، نقول لك الموضوع الأول. الموضوع كيف تتعامل مع السؤال اللي هو المتعدد الاختيارات، أو اللي احنا بنسميه باللغة الإنجليزية underline أو choose. طب ليه الموضوع ده مهم جدا؟ بالذات الأيام اللي احنا موجودين فيها، لأن معظم الامتحانات بتاعتنا كلها underline، وكل المواد الدراسيه بتيجي اندرلاين، يعني بتيجي اختيارات او بتيجي تشوف. تمام. وبرده الموضوع ده مهم لسبب تاني جدا مهم جدا برده، ان احنا بنستهون وبنستهين بالسؤال ده، بيقول الحمد لله حدي بادي كون بزبادي تعدي ان شاء الله، ولو خابت هنا تصيب هنا. طبعا مفيش واحد شاطر ممتاز عايز يجيب درجات ممتازه وعايز يتعلم اساسا يقول الحمد لله ولو خمسه خابوا واتنين صابوا تعدي، لا. السبب الثاني الاندرلاين بنستهون بيه واحنا مش واخدين بالنا انه ممكن انه بيتعامل مع كل جزء في المنهج. يعني ممكن يكون بيختبر الجرامر، ممكن بيكون بيختبر البروبوزيشنز او حروف الجر، ممكن بيكون بيختبر الفيربز الافعال، ممكن بيكون بيختبر الكونفرسيشن المحادثات، وبالذات طلبة الحكومة اللي هم من رابعة لستة التايم، وبيختبر المينينج او الفوكابلري او معاني الكلمات. يعني الخمسة اللي حضرتك شفتهم دول كلهم يعتبروا المنهج، يعني اي جزء في المنهج معرض ان يتحط له سواد اندرلاين، فحضرتك ما تستهونش. تمام. ثانيا ليه نهتم؟ لان السؤال بيبقى عليه ممكن يبقى 8 او 10، يعني زي السنه دي مثلا رابعه وخمسه وسته بيجي لهم خمس اسئله، كل سؤال ب 8، يعني 5 في 8 ب 40، يعني لو نقصت درجه او درجه، تصور لا قدر الله نقصت درجتين، يبقى نقصت 16 من ال 40، يبقى جبت كام؟ تقريبا 16، يبقى جبت 24 تقريبا. طيب ولو لا قدر الله في الساينس او الماث ب 10 وهم خمس اسئله مثلا ب 50، نقصت سؤالين يبقى جبت 30 من 20 في ثانيه. الى جانب ان معظم الطلبه بيستهون وبيستهين بسؤال الاندرلاين، ومجرد ما بيبص في البدايه او بدون تركيز بيقوم جاي ساحب خط. واحنا قلنا اغنيه قبل كده، عارف عندك ذمه قبل ما تسحب خط اقرا اخر كلمه، حتى اقرا اخر حرف في اخر كلمه، حتى بص على العلامه اللي بعد اخر كلمه، هل هي فول ستوب ولا كويستشن مارك، لان اختيارك بيتوقف في حاله السؤال وفي حاله الايه يا جماعه الجمله. دو اندرستاند وات ام سين؟ يلا بينا نتكلم مع بعض شويه. نبص كده مع بعض على الجمله الاولى، هي يوجوالي go ولا goes ولا went to school. لازم اقرا كل كلمه واعرف عدد الاختيارات، دول ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، واقرا كل كلمه بالحرف بتاعها وابص في الاخر هل فول ستوب يعني sentence ولا question mark يبقى سؤال. نقول مع بعض كده، اختار ايه يا جماعه؟ كل حاجه goes. ليه؟ لان السؤال دوت بيعتمد على حاجه اسمها grammar او قواعد. طبعا يجري من كلمات البرسن سيمبل، ومع هي لازم احط للفيرب اس، يبقى في الحاله دي ده سؤال جرامر بحت، يعني تبع القواعد، مش مذاكر يبقى السؤال ده شكرا. تمام. واللي بيعتمد على حادي بادي ربنا معاك بقى، مش هتتاسس اللي بعد كده ومش مضمون اساسا يعني. اما كويستشن نمبر 2، they often get a up on. السؤال ده دقيق جدا لان هنا بيختبر حاجه اسمها بروبوزيشنز، يعني لازم تكون حافظ الفيربس الافعال اللي موجوده في المنهج بتاعك وحروف الجر اللي موجوده معاك. كل حاجه ممكن نقوله هنا الله ينور، يبقى عايز اقول هم غالبا بيستيقظوا بدري عشان يذاكروا. طبعا لازم ما تكونش حافظ افعال بس، لا ده حاجه ادق من كده، الفعل وحرف الجر المناسب اللي انت حافظه، يعني مش مجرد حافظ افعال وكلمات، لا ده دقه متناهيه انك تحفظ معنى الفيرب وحرف الجر اللي موجود معاه. هنا نمبر 3، هي ايتس ولا ريدز ولا درينكس. اولا ده مش سؤال جرامر، اللي بتقول لو كجرامر كلهم ينفعوا، لان هي بيجي معاها فيرب في اس في البريزنت كلهم ينفعوا. بس لما احس ان السؤال كجرامر كل الاختيارات تنفع، عندنا اغنيه جميله جدا بتقول لك
في الأقواس حالين صح، اختر حسب المعنى الصح. يبقى هنا الفيرب المناسب مين؟ وانا عندي ميلك، هنا ميلك، يعني لو هنا فيش كنت قلت إيه، لو هنا مثلا افو كنت قلت ريد، لكن هنا حاجة بتتشرب، يبقى في الحالة دي هقول درينك. وحضرتك وانت بتختار ركز وفكر قبل ما تحط علامة، عارف عندك ذمة، لكن قبل ما تسحب خط اقرا الاخر كلمة، لان طلبة في الامتحان كل شويه يقول لك طب انا عايز اغير رايي، طب اشطب ازاي، طب استخدم كورل، انت ايه اللي يخليك توصل للمرحله دي؟ ما تختارش غير لما تتاكد من الاجابه، لا تقعد تقطع الورقه ولا تسال المراقب اشطب دي ازاي، امسحها ازاي، استخدم كوريكتور، استخدم قلم تاني اعتبروها علامه. اما كويستشن نمبر 4، which where when one do you want، نختاروا ايه يا شباب؟ قول يا حبيبتي which one، يعني اي واحد انت تريد. طيب دي اعتمدت على ايه بالنسبه للجينيرال فورم و5 و6 في المنهج الحكومي الطايم؟ دي عندهم محادثه مشهوره، يبقى معنى كده ما تقولش عشان الامتحان كله اندرلاين او اختيارات اكبر دماغي، لان المحادثه ملهاش لازمه، لا دي جايه من المحادثات، وكذا امتحان في رابعه وخمسه وسته السنه دي ممكن يبقى عنده في الخمس اسئله سؤالين جايه من المحادثه، فلازم برضو تحفظها صم. اما بالنسبه نمبر 5، I go to the school see hospital، طب انا ممكن اقول انا بروح المستشفى، بروح المدرسه، بروح البحر، اقول دي اماكن، لا السؤال دوت حسب المينينج، لازم تكون حافظ كلمات ومعناها بدقه عشان تفرق ما بينها. السؤال ده مش جرامر ولا ربما جاي من المحادثه ولا بروبوزيشنز حروف جر، ده عايز واحد حافظ الكلمات كويس جدا 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 وعارف الفرق الدقيق ما بينهم. الراجل بيقول لك تو سويم، لازم تقرا لحد الاخر، انا لو ما قريتش لحد الاخر طب ما كل الاماكن دي ممكن الذهاب اليها، لكن تو سويم هي اللي هتحدد لي المكان اللي ممكن يتم السباحه فيه. ولا تقع جميل ما شاء الله، يبقى اي جو تو ذا سي تو سويم. بص حبيب قلبي اخر حاجه، بص اللي معايا كده نمبر 6، there is or am cat، تصور اللي ممكن يكون بعتمد عليه، اعتمد على ربنا ثم على ايه في السؤال دوت عشان الاقي الاجابه السليمه، هل على الكلمه الاولى، على الكلمه الاخيره، على العلامه؟ لا ولا اي حاجه، ده على الحرف الاخير في اخر كلمه، لان لما لقيت اس يبقى ده بولر جمع، يبقى في الحاله دي هختار يا شباب يا ربي يا شباب. يا شباب اخترنا ار معتمدين على ربنا ثم على اخر حرف في اخر كلمه. What does it mean؟ It means you must be accurate، ده معناه انك لازم تبقى دقيق ومتمهل ومركز وما تستعجلش وتبص حتى اخر حرف في اخر ايه؟ كلمة، ناهيك عن الكلمات اللي قبل الأقواس. نمبر 7، is there ولا there is a cat؟ قول يا حبيبتي. Is there، اعتمدنا على إيه يا شباب؟ على إيه؟ على cat؟ لا والله ولا على أي حرف، ده أنا بصينا على العلامة اللي في الآخر خالص، طالما دي علامة استفهام يعني question mark يبقى ده سؤال، يبقى بختار المقص. يعني بختار is there. نفس الجملة بتاعت 7 هي اللي موجودة في رقم التيبيكال، لكن غيرت علامة الاستفهام لنقطة، يبقى في الحالة دي جملة، يبقى هختار there is، يعني معنى كده إن العلامة هي اللي حددت لي إزاي أختار. يعني في النهاية عشان معظم الامتحانات وربما في السنين الجاية يبقى معظم الامتحانات أندرلاين، حتى الأسئلة بتاعت الأونلاين بتبقى أندرلاين. لما المدرس يعمل لك تيست اونلاين في البيت ويبعته لك بتخش عليه بتلاقي معظم الامتحانات اساسا هي يا جماعه اندرلاين. في النهايه ما نستهونش، لان بيبقى كل جزء في المنهج ممكن تحول لاندرلاين، والتركيز وقرايه كل كلمه حتى اخر حرف في اخر كلمه حتى العلامات اللي موجوده. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، واشوفكم باذن الله المره الجايه. جود باي everybody.